في الشعر الحب بينتصر بغض النظر عن الحقيقة، لكن بطبيعة الحال منين ما تلاقي الحب هتلاقي حسرة، وحسرة قلبك الأولى ما بتتنسيش أبدا. بالمناسبة دي افتكرت أول حسرة قلب سببتها ليا كرة القدم، كأس العالم 2006. كانت بمثابة عاصفة شديدة، وفي الوقت ده كان عندي 11 سنة، وكنت بتأثر بشكل عاطفي كبير بنتائج فريق. لما اقترب كأس العالم ونظرا لأن منتخب مصر ما تأهلش للبطولة، فالكل كان عنده خيار للتشجيع، في اللي اختار منتخب النادي اللي بيشجعه، والبعض التاني اختار منتخب لاعبهم المفضل. في ناس كان عندها قدرة على الموازنة بشكل معقول بين المنافسين بناء على الحالة والتاريخ، وفي ناس طبعا راحت للبرازيل. أما أنا فكان عندي ارتباط شديد بألمانيا، ما فكرتش مرتين في تشجيعهم، وبالتالي كنت الشخص الوحيد في مجتمع كرة القدم الصغير ده اللي يعمل كده. ألمانيا ما كانتش فازت بالبطولة من سنة 1990، وما كانش عندهم عوامل جذب زي شهرة تييري أونري وسحر زين الدين زيدان اللي خلى فرنسا تحظى بعدد كبير من المشجعين. في البداية ضد كوستاريكا ألمانيا ما كانتش كويسة وبطيئة، ورغم انهم كسبوا لكنهم ادوني حاجة هتطاردني بعد كده، ادوني الأمل، ومن بين الجيل لاعب واحد بس قررت أعلق أمالي الطفولية عليه، وإن هو اللي هيكسبنا اللقب، ميروسلاف كلوزا. لو عدم هزيمة الألمان لحد الوقت اللي وصلوا فيه للدور ربع النهائي اداني شعلة أمل صغيرة، فالأداء قدام الأرجنتين شعل للنار في برميل من البارود. احتمالات الفوز بركلات الترجيح قدام أصدقاء ريكيلمي كانت أقل من فرص إتمام انتقال فابيو كانافارو لريال مدريد. الأرجنتين كانت قوية بشكل كافي يخليها تفوز، كان عندها كريسبو وسافيولا وتيفيز. الأرجنتين هي الأرجنتين، ورغم التقدم لكن كلوزا سجل التعادل. الجمهور في الملعب احتشد وراه، النشوة كانت على عكس أي مباراة تانية في البطولة، وده ما كانش بسبب الكرة الجميلة اللي قدمها المنتخبين، لكن مقاومتهم رغبتهم في تقديم الأسلوب اللي معتدين عليه. لما بتيجي سيرة كأس العالم 2006 بسمع نقاش كتير بيدور على ازاي الأسلوب الألماني كان مناهض لكرة القدم، لكن في رأيي ده كان أنجح فريق ألماني شفته يمكن في حياتي، خصوصا مع الطريقة اللي الأمور كانت بتسير بيها وجودة اللاعبين القليلة. قبل مباراة نص النهائي أمام إيطاليا، وبالنسبة للطفل اللي كان بيشاهد فريقه من على بعد آلاف الأميال، كنت متحفز جدا للماتش، لكن الواقع كان سيء جدا والمباراة ما انتهتش بشكل كويس. الماتش خلص تعادل، وفي الشوط الإضافي الأول إيطاليا جالها كورة في القائم، وبدأت أحس بالقلق وقلبي كان بيدق بأضعاف الدقات العادية. وبعد كده كرة تانية في العارضة من زامبروتا، بعدها بودورسكي ضيع فرصة سهلة، وفيليب لام حاول يكرر اللي عمله في ماتش كوستاريكا قدام بوفون، لكن طبعا ما نجحش. وقتها كنت واثق ان اللي هيسجل هو اللي هيتأهل، ومن جوايا عارف ان كل ده مش هيخلص بشكل كويس. ومن ركلة ركنية نفذها ديبييرو عكس المعتاد، وبدل من ان بيرلو يشوط على حدود منطقة الجزاء قرر بذكاء غير عادي يمرر لجروسو، وكانت الضربة القاضية الأولى في قلبي. إيطاليا 1-0، وبعدها قتل ديل بييرو أي أمل بجول تاني لإيطاليا. دي أصعب لحظة عشتها في كرة القدم. بعد الماتش ما خلص قعدت لحظات مغطي وشي بالتيشيرت، وغادرت المكان فورا، ركبت أسانسير وركب معايا راجل في منتصف العمر تقريبا بيقول عملها جروسو، عملها الطليان، وبيضحك ضحكة سخيفة على قلبي. ما كنتش ناضج كفاية عشان اتخلص من الحزن وخلي الماتش يأثر عليا بالشكل ده. سهرت للساعة 2 الصبح ووقت نومي كان عدى، وفريق خسر بعد اكتر مباراة كرة قدم بائسة. بكيت بهدوء لحد ما نمت، وما روحتش التدريب في اليوم اللي بعده. قعدت في اليوم ده وتوصلت النتيجة ان افضل شيء في كأس العالم 2006 كان رؤية شفاينشتايجر وكلوزر وهما بيلعبوا مع بعض.